السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على أسماء أنواع الأثواب وكذلك أنواع الملابس وكل ما يتعلق بها باللغة الفرنسية. فهذا الدرس غيساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي، فلنبدأ على بركة الله. فأولا الأثواب هما les tissus. الجلد، le cuir. الحرير هو la soie. بالنسبة للصوف فهو la laine. والقطن le coton. الكتان le lin. وجلد الغزال هو le daim. وهذا اللي كيظهر في الصورة le daim. الكشمير بالفرنسي أيضا le cachemire. القطيفة هي le velours. قماش مطاطي ليكرا. الأورغانزا فهي لورغانزا. كريب فثوب الكريب هو أيضا بالفرنسي لو كريب. شيفون هاد الثوب اللي كيكون رقيق جدا فكيتسمى لا موسلين. البوليستير فهو لو بوليستير. والان نمروا نتعرفوا على الملابس وكل ما يتعلق بها. فالملابس هما لي فيتمون. سروال ان بونتالون. معطف ان مونتو. رداء صوفي ان تريكو. وبالنسبة لتريكو كنكتبوها بالت في اخر الكلمة ولكن لا تنطق ان تريكو. قميص فبالنسبة لهذا القميص اللي كيظهر في الصورة فكيتسمى اون شوميز. وهذا القميص الاخر اللي كيظهر في الصورة فهو ان تيشيرت. سروال قصير ان شورت. فستان une robe. بالنسبة للتنورة فهي une jupe. منامة un pyjama. بدلة فهي un costume. وبالنسبة لربطة العنق une cravate. قميص بلا أكمام un débardeur. سترة une veste. صدرية un gilet. هنا أيضا جيلي كنكتبها بالت في آخر الكلمة ولكن لا تنطق ان جيلي. وزرة فبالنسبة لهاد الوزرة اللي كيرتدي هاد الطفل اللي في الصورة فهي une salopette. معطف واقي من المطر ان امبرميابل
Un, imperméable. Imperméable. الحجاب فهو le voile. Le voile. وبالنسبة لهذا الثوب الثوب اللي كنرتديو فكيتسمى le foulard. Le foulard. أيضا le foulard كنكتبوها بالد في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. Le foulard. القفازات هما les gants. Les gants. Les gants. قبعة. Un bonnet. Un bonnet. الجوارب هما les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. فبالنسبة les chaussettes كنكتبوها بدوز اس دو تي. Les chaussettes. وشاح. Une écharpe. Une écharpe. Une écharpe. حمالات فهما les bretelles. Les bretelles. Les bretelles. الأكمام les manches. Les manches. Les manches. وبالنسبة للطوق فهو le col. Le col. Le col. جيب une poche. Une poche. Une poche. الأزرار les boutons. Les boutons. Les boutons. حذاء فهو des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. قلنا الجوارب هما les chaussettes والحذاء هو des chaussures. حذاء طويل هذا اللي كيظهر في الصورة فكنسميوه des bottes. Des bottes. Des bottes. حذاء رياضي une basket. Une basket. Une basket. خوف أو شبشب une pantoufle. Une pantoufle. Une pantoufle. Sandal فهو une sandal. Une sandal. Une sandal. Sandal حمام des tongs. Des tongs. Des tongs. حقيبة يد un sac à main. Un sac à main. Un sac à main. حزام une ceinture. Une ceinture. Une ceinture. زمام تياب la fermeture à glissière. La fermeture à glissière. La fermeture à glissière. قبعة un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. قبعة صيفية une casquette. Une casquette. Une casquette. نظارات شمسية des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. فلي لونات هما النظارات. ساعة يدوية une montre. Une montre. Une montre. خاتم une bague. Une bague. Une bague. عقدة فراشة un nœud papillon. Un nœud papillon. Un nœud papillon. Un nœud papillon. غطاء الأذنين un cache-oreille. Un cache-oreille. Un cache-oreille. مظلة une parapluie. Une parapluie. Une parapluie. علاقة un cintre. Un cintre. Un cintre. فالآن بالنسبة لملابس الشتاء هي les vêtements d'hiver. Les vêtements هما الملابس والhiver هو فصل الشتاء. Les vêtements d'hiver. ملابس الصيف les vêtements d'été. Les vêtements d'été. فالlet vêtements كيف قلنا هما الملابس والlet هو فصل الصيف. Les vêtements
d'été. وبالنسبة للملابس الداخلية فهي les sous-vêtements. Les sous-vêtements. Les sous-vêtements. وبهذا كنصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على الأثواب الملابس وكل ما يتعلق بها باللغة الفرنسية. نتمنى درس اليوم تكون استفدتم منه. فهذا الدرس كيف قلت في البداية غيساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فما تنسوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنسوش لايك الفيديو أو جيم، فهذا كيشجعني نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلقى في الحصة المقبلة إن شاء الله.